السلام عليكم. هذا خبر مفرح جدا، وأن الجزائر لأول مرة منذ 10 سنوات قامت بتصدير كمية هائلة من البنزين والمازوت. هذا شيء يعني يعتبر مفاجئ، حيث أن يعني في سنوات ماضية كنا نستورد هذه المادتين بكميات كبيرة، والآن انقلبت الآية بعد ما تغيرت الأمور في العام اللي فات. وهذا العام سوناطراك، بعد هذا التقرير من عند سوناطراك، يقول بأن الجزائر سوناطراك صدرت كميات معتبرة من البنزين والمازوت. وخلينا نشوف وكالة الأنباء الجزائرية لأولى بالخبر. إذن ارتفاع عملية التكرير بنسبة 4.7%، وارتفاع حجم البترول والنفط المخزون والمخزون في المعالجة من 27% من مليون طن 2019 إلى 29 مليون طن 2020. إنتاج المازوت بلغ